أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم العقيدة، واختلفت أنا والمشرف على الرسالة حول مسألة ذكرتها، فقال لي: لا أقبل فيها إلا قول الشيخ صالح. والمسألة يا فضيلة الشيخ هي في إثبات صفة الحكمة لله جل وعلا، حيث أنني ذكرت في الرسالة أنها تثبت لله تعالى باعتبار أنها صفة ذاتية وباعتبار أنها صفة فعلية، فتثبت بالاعتبارين، فهل قولي هذا موافق لعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ الله جل وعلا عزيز حكيم، وكل اسم من أسمائه يؤخذ منه صفة، فيؤخذ من صفة الحكيم، يؤخذ من اسم الحكيم الحكمة، ومن العزيز العزة والقوة، ومن الرحيم الرحمة، ومن السميع السمع، ومن البصير البصر لله سبحانه وتعالى. فلا مجال للاختلاف في هذا، لا مجال للاختلاف، الحكمة ثابتة لله عز وجل، وهو لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله لا يضع الأمور في غير مواضعها، لا يعذب من لا يستحق العذاب، ولا ينعم من لا يستحق النعيم، بل يضع كل شيء في موضعه سبحانه. هذه هي الحكمة. نعم.